حينما يفر اللاجئون ومنهم العراقيون من ويلات الحرب والفساد إلى دول الاتحاد الأوروبي قاصدين مستقبلا أفضل لهم ولعائلاتهم، فإنه نادرا ما يكون طريق الرحلة معبدا بورود طموحهم. شباب وفتيات، رجال ونساء وأطفال، الكثير منهم غيبته أمواج البحر الأبيض المتوسط ليقتل غرقا، فترحل معهم أحلامهم ومساعيهم لحياة أفضل، ولتكون فواجع المهاجرين عند السلطات الفاسدة منافع لها، ومنها الحكومة في العراق إحدى أسباب فرار المهاجرين من البلاد. آخر تلك الفواجع كان بغرق عشرات المهاجرين في تحطم قارب قبالة السواحل الإيطالية خلال أيام عيد الأضحى، لتتزامن هذه المأساة الجديدة مع اليوم العالمي للاجئين للعام 2024. أصداء هذه المأساة فندت مزاعم حكومة الإطار التنسيقي عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق، التي لولا غيابها لما اضطر عشرات آلاف العراقيين للفرار باتجاه الدول الغربية والشرقية على حد سواء، تقول تقارير صحفية دولية. يقول لاجئون عراقيون ناجون من الموت إن استمرار حوادث غرق المهاجرين أو موتهم بشكل عام تعكس فقدانهم الأمل بأي إصلاح سياسي في بلدهم، الأمر الذي دفعهم إلى ركوب المجهول عبر الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. ويقول لاجئون آخرون إن استمرار الفساد المالي والإداري في العراق أجبرهم على خيارين، إما الهروب من نار الواقع المزري أو البقاء في البلاد، حيث البطالة وانعدام الدعم وتردي مستوى التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وبالتالي الوقوع في شرك المخدرات أو الانتحار أو الانخراط في صفوف الميليشيات أو عصابات الجريمة بحثاً عن لقمة العيش، بينما يشاهدون ثروات بلادهم تنهب من قبل الأحزاب السياسية والمرتبطين بهم داخل البلد وخارجه، نتائج سيئة يتفق الكثيرون أنها أفرزت أجيالاً مشبعة بالصدمات النفسية.